ما الحكم في من يشك في براءة زوجته من خيانته؟ هل يطبق عليه حكم القذف؟ وإن كان قد تأكد من براءتها وندم على سوء ظنه بها، فماذا عليه أن يفعل؟ مجرد الشك والوسواس من غير أن يتلفظ الإنسان بشيء هذا لا يسمى قذفا. نعم، ولكن على الإنسان أن يبعد عن نفسه الشكوك والوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان. والأصل في المسلمة العدالة، والأصل في المسلمة الأمانة. مجرد الشكوك والأوهام والوساوس هذه من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من ذلك، ولا يعتبر هذا قذفا. إنما القذف لو تلفظ ورماها بالزنا صريحا فهذا هو القذف، أما مجرد الشكوك والوساوس فهذه عليه أن يتركها وأن يرفضها وأن يستعيذ بالله منها. نعم، لو فرضنا أنه حصل القذف فعلا بأن تلفظ بذلك ورماها بما قد تكون منه بريئة، فما العمل؟ الحق لها إذا طالبت بحد القذف فإنه يحد، إلا إذا أسقط عنه الحد بالملاعنة. بالملاعنة، ما قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فهو بين أمرين، إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون بصحة ما يقول، نعم، وإلا فإنه يجب عليه حد القذف 80 جلدة، وله أن يسقط حد القذف بالملاعنة. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، نعم. لو عفت هي ولم تطالب، لو عفت ما عليه شيء. نعم، لو عفت ليس عليه حد قذف، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا اللفظ القبيح. نعم، وأن يصون لسانه عن هذه الألفاظ القبيحة الشنيعة. نعم.